أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ الفكرة، read the paragraph، ثم أجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you, brother? I am fine, الحمد لله. How are you, brother? الحمد لله. This paragraph, okay. Yes. اقرأ فقرة ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. مستر Yes. ياسيني، Yes, yes. يو Read it. اوكي ريد ات. Okay. B. أبا اقرأ الفقرة اقرأ ثم الفكرة، اقرأ اقرأ ال 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 اقرأ ال Okay. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. عثمان سمين جدا، يأكل 4 وجبات في اليوم، الفطور الساعة 6 صباحا، والغداء الساعة 1 بعد الظهر، والعشاء الساعة 7 مساء، ويأكل وجبات بعد الفطور وقبل الغداء. يحب عثمان الطعام، يأكل في الفطور السمك والبيضة، ويأكل في الغداء اللحم والدجاجة، ويأكل قبل الغداء الحلوى، ويشرب الشاي ثم القهوة. No feeling, thanks. كم وجبة يأكل عثمان في اليوم؟ يأكل 4 وجبات في اليوم. متى يتناول الوجبة الأولى؟ يتناول الساعة متى السادسة. يتناول الوجبة الأولى؟ في الفطور الساعة 6 صباحا. In the answer you will say What is it? يتناول Yes. الوجبة الأولى الساعة السادسة صباحا. الواجبة الأولى الساعة 7 صباحا. متى يتناول أوكي. متى يتناول العشاء؟ والعشاء الساعة Don't use السابعة. wa in the answer. متى يتناول العشاء؟ يتناول العشاء الساعة السابعة مساء. أوكي. يتناول العشاء الساعة 7 مساء. ماذا يحب عثمان؟ يحب العثمان الطعام. يحب عثمان الطعام. الطعام، يحب العثمان الطعام، يحب العثمان الطعام. ماذا يأكل في الغداء؟ ويأكل Don't use أوكي. why in the answer. يأكل في ويأكل الغداء. وج... ويأكل Don't use why in the answer. ماذا يأكل في الغداء؟ أو يأكل في الغداء اللحم والدجاجة. ماذا يأكل قبل الغداء؟
ويأكل قبل Don't use الغداء wa. ورشة. Don't use wa in the answer. يأكل قبل الغداء الحلوى ويشرب الشاي ثم قهوة. ده علامة الخطأ على الكلمة الغريبة. Put the X دعاء mark on the different word. إيسا هم بيسا. What is the strange word in the first one? إيسا, do you hear me? Yes, yes, I can. What is the gharib word in the first row? Bait. Bait is the gharib word because all other words are related to education, but bait is not related to education. And also bait is masculine, other words are feminine. Next. نقص الشاي. شاي. نعم. اوكي. سجادة. سجادة. يشاهد. يشاهد. نو. يشاهد, يصلي, يقرأ. These are verbs, but مدرس is a noun. So مدرس. اوكي. فرنم. سرير, فرن, ثلاجة. Salaja is feminine, rest of the words are masculine. So Salaja is the Arabic word. اوكي. Next. راجع. ثلاجة. حافظة. ثوب. جدول دراسية. We can say Saifa. Saifa is a different thing. Also Sa, you can say, because Sa is not related to education, other things are. Okay. Next. What is ستارة حمام, مطبخ, ستارة. Okay, correct. أضف كلمتين لكل مجموعة. Add two words to each groups. Yes. One mean colors. أبيض mean white. أسود mean black. Yasini, tell me the name of two colors. اوكي. الوان ابيض اسود احمر احمر انا أحمر. احمر Yes, أحمر. Then يا ام جرين
جرين، what they call green، أخضر. أحضر، أحضر، أحضر. Next we have ظروف directions فوق above شمال left. Next. Talking of the roof. Yes, tell me two ظروف. Okay. فوق، شمال، ساوث، جنوب، جنوب. and like مشرق، شرق. مشرق، شرق. شرق، شرق Yes. فاضل. وغرب. Numbers. ثالث. Third. رابع. يا Fourth. أعداد، ثالث، رابع، ثلاثة، يا سيد، نصف، نصف، No. خامس سادس. Use these numbers. خامس سادس يا سادس خامس، سادس، ثلث، سادس، رابع، ستة. أفعال verbs. يذهب he goes. يشاهد he watches. Tell me two verbs. يا أفعال، أفعال، يذهب، يشاهد، like He is reading. انظر، ينظر. Yanzuru, correct. Yes. One more verb. One more. تحرك، أر يحرك، حركات، يتحرك. تحرك. جنسيات nationality باكستاني باكستاني سوري سيريان. Two more nationalities. أفغاني، أفغاني، أمريكان، أمريكي أغواني then أمريكي. أمريكية، يا مهن profession مهن، طالب student مدرس teacher. طالب، مدرس، دكتور، دكتور، طبيب، طبيب، مهندس. Correct. ضمائر pronouns أنا أي هو هي. أنا، هو، هي، أنت. Correct. الأسرة family أب father أخ brother. أوكي. أسرة، أب، أخ، like uncle، uncle، أم أنكل من أم. أم، Yes, one more family member. yeah، برا، أخي. أوكي. ابن أخي أخي أوكي أخ أخي، أخ is already أخ، written here. Use something else. yeah، ابن yes، can use son. أيام days الجمعة Friday السبت Saturday then. yeah، Sunday، like السبت، خميس، أربعة. الأربعاء yeah. وثالثا thirdly التراكيب القواعد structures and grammars. اختر الأداة الاستفهام المناسبة. Use the appropriate article of interrogation لكل سؤال for each questions مما يلي which are following. So إيسا ميسا What shall we use in the first one? كيف حالك؟ كيف حالك؟ Next. ما اسمك؟ Next. متى تستيقظ؟ النوم. لماذا تستيقظ Yes. متأخرا؟ صحيح. متى ينتهي العام الدراسي؟ Yes. دراسي.
أين الكتاب؟ Right. أين كلية تدرسين؟ في أي كلية تدرسين؟ في أي كلية تدرسين؟ متى ستدرس اليوم؟ No, no, no. What كم حصة؟ كم حصة تدرس في اليوم؟ What is the حصة؟ Sorry. What is the حصة means? حصة mean period. How many Period. periods do you study in the Okay. day? Okay. أي هذا هل هذا كتاب؟ هل هذا كتاب؟ من أين أنت؟ Okay. وين من هذا؟ من هذا؟ ده علامة الصحيحة بجانب الجملة الصحيحة. Put the check mark besides the correct sentence وعلامة الخطأ بجانب الخطأ and X mark besides the wrong sentence. So we have two sentences in each row. One sentence is correct and other sentence is wrong. You need to tell which is correct and which is wrong. Mr. Yasini. Yeah. هل أنت باكستاني؟ لا. So first one is wrong, second Yes. one correct. هذا أخي هو مدرس. Yes, correct. صحيح. You will say صحيح. صحيح، yes، صحيح. And bias. هذه الثوب يا سعيد. This is wrong. يا محمد، في أي جامعة تدرسين؟ في أي جامعة تدرسين؟ This is okay. Wrong. Right. Wrong. تدرسين Wrong. for female. محمد is male. Oh, في أي جامعة تدرس؟ أوكي، تدرسين wrong. الجامعة بعيدة عن البيت. Right. Correct. لي 5 أطفال. Correct. لي 5 طفل is wrong and أطفال is correct. أوكي، أطفال is correct. 5 طفل. طفل We wrong. need plural with 5. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ وأنت مسافر is correct and أنت مسافر is wrong. Yeah, this is correct. اكتب الفعل الصحيح مما بين القوسين. Write the correct verb from what is between the two brackets. Mr. Isa Hambisa. Isa Hambisa. Yes. Which one is correct? Uh,
أتوضأ لصلاة الجمعة. أتوضأ لصلاة الجمعة. يأكل علي يأكل الطعام الآن. هل يأكل الطعام الآن؟ صديقي يذهب صديقي ينتظر الحافلة. ينتظر الحفلة. متى تنتهي الدراسة؟ لم تنتهي الدراسة. هل تحب عملك؟ هل تحب عملك؟